بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورضوانه. أما بعد، تحدث قليلا عن وحدة الأمة. احنا ملي عصفت بنا الفتن ما قمتناش قائمة، لأن الله واحد ولابد أن تكون الأمة موحدة وراء قرآن الله سبحانه وتعالى وسنة حبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام. وأنا منذ أكثر من عام أحذر من الفتن، والنبينا عليه الصلاة والسلام يقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. والمؤمن دائما عنده فراسة يوري ربي ماذا يحاك في الظلمات، ما هو وراء الأسوار من أخطار. ولهذا فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض بإذن ربه. وبالعامية كل ما يبقى في الواد إلا حجر، وإحنا مش حجر، إحنا ضد الحجر. لا نرجم به إلا المرجومين، ولا نظلم أحدا لأننا عباد الرحمن. إحنا ربنا سبحانه وتعالى جعلنا أمناء على خلقه، وإن كان كافرا لا أقتله، وإن كان كافرا لا أتعرض إليه، إلا إذا اقترب شيئا يلزم العقاب فقط. ولهذا لشب الباطل أدعوه أن يستغفر الله على عجل، ومن قريب قبل أن يأتي البعيد فلا يقدر على ذلك. احذروا، نحن علاء القرآن، اجعلنا ربنا أمناء عليكم، أنتم إخواننا ومسؤولون عن إيمانكم وصفائه، ومسؤولون عن إخباركم بماذا يتميز الرحمن سبحانه وتعالى بكل كامل الأوصاف. وله المثل الأعلى واسمه كلها حسنى، ونحن مع الحسن إن أمر به ربنا. ومن أحسن من الله قيلا، ومن يدرك أسرار القرآن فقد نجا. القرآن جاء واحدا لا قرآنان أو ثلاثة، قرآن واحد فيه آيات بينات يقع علينا اتباعها بدون تردد وبدون شك. أما الآيات اللي فيها تأويل، نسأل الله ألا يجعلنا من الظالمين أنفسنا فنقترف التأويل السيء وتكون الكارثة علينا في الدنيا والآخرة. لهذا نتق الله في ديننا، دين ما اختم الله به الأديان، واتقوا الله ما استطعتم. ويقول المثل الفرنسي كل ما يرقاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.